يسأل فضيلة الشيخ الأخ من أبها يقول عن حكم زواج الشغار أو البدل. هذا لا يجوز، هذا باطل. إذا كان من غير مهر جعلت امرأة بدل امرأة فهذا باطل بالإجماع، لا يجوز. وأما إذا كان فيه مهر لكل واحدة ولم تجبر على هذا وراضية بهذا فهذا محل خلاف، تجنبه أحسن، والرجوع إلى القاضي فيه أحوط وأحسن. نعم.